طيب اوكي، انا شغال عليها اهو، هخلص وابعتها لك. مع السلامه. عملت لك حاجه تحلي بيها؟ تعمل ايه؟ شايفاني بعمل ايه يعني؟ بعمل تليفونات عشان ما رحتش النهارده. طيب مش هتاكل الرز بلبن؟ انا عاملاه بايدي والله طعمه خطير. لما ابقى فاضي يا شيرين بهاتيلي الرز بلبن عشان اكله، انا دلوقتي بشتغل، لما اخلص هباكل. يا حبيبي يا لا لا والله، لولا بس ان انا تعبان كنت جيت خلصت كل حاجه بنفسي. لا 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 لا، انا قلت لهم طبعا طبعا. لا ما تقلقش خالص، موضوع الخرسانه ده لا 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 ما تقلقش. اوكي طيب ماشي، يلا اشوفك على خير بكره ان شاء الله. باي باي يا حبيبي، باي باي، مع السلامه. كنت بعمل الرز بلبن افتكرت حاجة حلوة أوي، ممكن أقولك عليها؟ اتفضلي. بابا يا حبيبي كان دايماً معودني على حاجة جميلة أوي، كان لما يطلب مني حاجة وأعملها كان بيطير من الفرح، كان لازم ياخدني في حضنه ويقولي تسلم إيدك يا حياتي. وإيه كمان؟ ما أكيد الحدوتة اللذيذة دي وراها حاجة. إيه الهدف يا شيرين؟ ها؟ عايزة تقولي إيه؟ وانا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا لازم تساليني سؤال، طبعا مستنيه ايه السؤال بتاع كل يوم. انت بقيتش تحبني زي الاول، انت ما بقيتش مهتم بيا كفايه. انت اخر مره قلت لي كلمه حلوه. لا 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 لا، جو المراهقين ده الله يخليكي تنسيه خالص. انا مش هقعد جنبك واسيب شغلي واقول لك شكرا يا حبيبتي وبحبك يا روحي. احنا كبرنا على الكلام ده خلاص، مش كده برضو ولا ايه؟ وعشان تتبسطي يا ستي. شكرا يا شيرين، مبسوطه؟ شكرا.